بسم الله الرحمن الرحيم. الزوار الموقع نسيقا كان بونيت مني مع الجمع طاحب الزيون تبقى كي يوم نهار بنيت زي الحي بيبيرو زين ديتو مصردان كي جن زمان اللي نجل اختراع فعليت من نوعيه في وضع الاخضاء انه جن السنيتا زي السكان الحي بالضبط نتا السي عزيز العيساتي معروف نتا عاصر الوكالة بيبيرو ويوض انه من خلال يعني مجموعة من العمليات الحسابية إسقاط يجن مرة اللي يجن لها أنه تعتمد الطص في الرياضيات بالحساب ونف نوع بيان تثبت القاعدة نسل كشر السودوكو ولكن إذا نسن أنه السودوكو تريا وتعتمد في الأرقام ضمن الزيادة زي واحد أف تسعة في سواة عويد جاء لكن السي عزيز العيساتي يقول أنه إسقاط يجن نوع بيان الفكرة نسنو السودوكو لكن تثمر هنا نطور الطص تكوا يعني على الارقام ديال القران نسوا الطاس شنو مشت ورا 6 دي 6 7 دي 7 يعني 29 دي 29 يعني الكره 6 وبل يتقوا حتى اكثر من ذلك كره ديال اي عدد اكس اذا ننتقل ثاني تاع مشتم اللي راح بيبيرو باش يعني طلع مره في الاختراع ونتا يعني القواعد الناس اللي نمج يوسف وكاين عادي نزيل على انت كذلك زي سكان الحي هذا اللي يشعر هذا اللي يشيش الفكره يعني في الاختراع اولي الرياضيات القواعد الناس المنهج اليسار. السي عادل انت كازايش انه تسقط ثم 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 اذا بالسلام الفوق العمليات الحسابيه التي ساقها عزيز العيساتير خاصك تجي فكره عامه يعني القواعد الناس المنهج تحت. الزوار تاعها موقع تيكينغ بونيت البديله اللي يسار اول بيبيرو مش ليزا السي عزيز يقدم الاختراع الفريد من نوعه. التصنيع هذا نعتمد على رؤوس الاصابع وهي الدقه ديال العالم والدقه شيء عظيم والله العظيم ديك خور ونافع اختراع هذا 29 خلا في 29 خلا ومجموع 29 خلا يتشاط من 141 من قسم العدد اثنين تشاط 421 ومن تشاط العدد هذا بوانت تشاط 12209 هو العدد 12209 يتفيد لمرة لمرة السطورة مش مجان كان طولا وعرضا وحتى يمو ميدي تسامو يعني من المسمى أي سطح حسبي أي سطح حسبي يتفيد العدد 12209 العدد هو العدد وتعويض شاب العدد وتعويض يقول العدد واحد تقول عدد متكرر تقول عدد متكرر بالنسبة لهذه الدهام قناتي تجلس من 29 إلى 29 إنه في العدد 10209 أما هنا هي الصانعة على حسب الأرقام إذا شنو هي تجلس 29 خانة 29 24 خانة 24 شنو العدد الناقص 6912 ما تحسب كل الأسطر هم مذوم هنا عاود تم الصانعة عاود ليسن 111 بركي ليسن 6 الخانة 6 بدك الاختراع فريد من بركي ليس يستخدم الطاس الماتيماتيك و دقا يعني تصحيب خصها خصها اي بلا نزيد طافا فيك خصها سنو يجي النابغه وهذا يجي العقل مش اللي ساقها دقا موالي فاتك نجي ربما حتى مجموعة من المعلومات السنية مثلا حتى مجموعة من الأساتذة والماتيماتيك إذا جهدا يعني راني تطلع على يعني الجداول هذينا وفين أنه يعني جن التفكير ذهني يعني واصي ويل نشا يعني قاعد نشيل بلوكا ربما انه يعني بعد ما لو غاسبو يعني من غاس تفكير نسمح له يمكن غادي يسمع ليا تاتي ولكن ما لا بالميس الميدان الميس يتحكى ديال الرياضيات يعني تاع تعرف شنو المجموع ديالو المجموع ديالنا عادل يدمج باش هنا الحوايج اولا الارقام ديالو تعويض ثانيا مي تكون غاج الرقم ديال الجن ديال مار ديال مار الاسترود دقيق يجي حاجه تقصح تقصح على اي وحده تيك نمشي نسلو قبل السي عزيز باش انه انت اخت خونا ديالنا مطرحات مطرحات مرة سنة كي بغيت ايوب يبدا انت ستة ستة لي ستة يعني ستة الارقام ستة الارقام سبعة لي سبعة 24 لي 24 29 29 يعني قد مرشح كولا غادي يسود اي عدد يخص كذا 40 كذا 70 غير يخصص يعني يخصص راه حيم حيم يسود الارقام ومشي نيق انه بلا مرة يعني يتحكى به الحسن يعني تحسس القيمة للمجهود اللي ليس ذي منايا ومنايا مرشح عليها ذي كيتا الكينيس يعني ماشي بعيد بوركيو نجيبو محدود الدكة بوركيو بودا يعني عزيز القدرة انت اللي ساقها مالك تازي الدكة